لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تقتصر احتفالات رأس السنة غالباً على تزيين شجرة عيد الميلاد وتزيين البيوت والطرق بالأضواء وبعض الاحتفالات الأخرى التقليدية، ولكن ما لا نعرفه هو بعض التقاليد الخاصة ببعض الشعوب في احتفالاتهم برأس السنة الجديدة. فتعالوا نتعرف على أغرب العادات والتقاليد في الاحتفال بالكريسماس حول العالم. اليابان: يحتفل معظم الشعب الياباني برأس السنة الجديدة من خلال الذهاب إلى أحد المطاعم الوجبات السريعة وتناول إحدى الوجبات كطبق رئيسي في عيد الميلاد. غرينلاند: تناول الطيور المخمرة كوجبة رئيسية في ليلة عيد الميلاد، وهي أكلة شعبية خاصة وتعتمد على تخمير الطيور المحلية كما هي بداخل جلود الحيوانات وحفظها كما هي لعدة أشهر ثم تناولها ليلة رأس السنة. فنزويلا: يحتفل الشعب الفنزويلي بارتداء أحذية التثلج في الشوارع للذهاب إلى الكنيسة، ويتم غلق الطرقات ومنع الحافلات والسيارات من المرور. أيسلندا: أما في أيسلندا فهو أشهر تقاليدها في الاحتفال بالكريسماس هو القط المخيف الذي يأكل الأطفال الذين أساءوا التصرف خلال العام المنتهي. وأما في أستونيا فيحتفلون في ليلة عيد الميلاد بالذهاب إلى غرفة الساونا. السويد: تلعب الماعز في ليلة عيد الميلاد في السويد دورا كبيرا، فيطلقونها تجري وتخرب، ويصممون تمثالا ضخما من القش على هيئة ماعز ثم يضربون فيه النار مما يؤدي إلى وقوع بعض الكوارث. النرويج: إخفاء المكانس في تلك الليلة، حيث يظن الشعب النرويجي أن السحرة يأتون في تلك الليلة للبحث عن المكانس للركوب عليها والانطلاق في الشوارع. أما في بريطانيا فيحتفلون بارتداء ذي سانتا كلوز والنزول إلى البحر على الرغم من وصول درجة الحرارة للبرودة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.